يعني نور، مثل ما تابعنا بالتقرير، كثير من الاكلات الشتويه المحبوبه عند الناس واللي هلا بلشوا شوي شوي الناس ترجع تاكلها وتشربها، السحلة بالذرة. الأكل طيب بالشتاء طيب بالقوي الاكل، وبتحسي هاي الناس تاكل اكثر، أكلات بتقول لك الشتويه بدها طاقه، فانا باخذ بقعد هاي الطاقه بالبيت من الاكل. ويكنكني بالشتاء والقعدة واللمة بتزيد الشهية عندي. أكيد طبعا رح نعرف رأي الدكتورة الاختصاصية بالتغذية حول الأكلات الشتوية وشو اللي فعلا بيعطي جسم طاقة بشكل صحيح وما بيخلينا نزيد وزن أو بيفقدنا يمكن حتى أحيانا طاقتنا، بيعطينا خمول. كل هاي المعلومات رح نعرفها من الدكتورة الاختصاصية بالتغذية دكتورة سراب الغبرة. أهلا وسهلا فيكي سواب صواب الغبرة. صواب أهلا وسهلا لو فيكي، سلام مين أهلين. ضيفتنا الدائمة دكتورة صواب، أنت شريكتنا كمان بهيد الحديث. الأكلات الشتوية أكلات طيبة، الصوبيا اللمة والقعدة بتفتح الشهية طبعا نوعا ما، وبالشتاء طبعا فعلا كل الناس طبعا بتلاقي بيزيد وزنها، بس قديش فعلا ضمن كل هالمغريات تقولي له للشخص حافظ على غذاء صحي سليم؟ وزنك وأساس الشيء. هلا أي إنسان بيعرف يقارن حاله بالصيف بينزل شوي وزنه، بالشتاء لا بيرتفع شوي الوزن كيلين ثلاثة، إذا ترك حاله أوفر بتطلع على 7 كيلو يعني. فالفكرة إنه نحن اليوم بدنا نعطي شيء، ننبه سبوتات على أكلات كتير بتعطي طاقة وعن جد وبتعمل استقلاب عالي بجسم. هلأ في نبه وسحلة بالذرة، بدون ينتبهوا هدول الأكلات إذا ما كان الإنسان وزنه مثالي ما كتير يفرط منهم، لأنه السحلة والذرة بيزودوا الوزن وهن أكلات مغرية يعني بتسحب. يعني هلا مثلا عندك أكلة البزر بتسحب معك، بتقولي بدي آكل بزرة بزرتين، بس بتسحبي الكيلو أحيانا خاصة قاعدة حد الصوبيا ودفيان الواحد وهالنقط هي. الشيء الثاني بغرف الشتاء وطاقة المدفأة وهالقصص هي بتنقص الأكسجين، يعني اساسا الغرفه وقت بتكون بالصيف متهويه بصير الاكسجه فيها عاليه، بتتحركي الحرق عندك يا بتكون اعلى، وقت بتكون عندك المدفأة موجوده بتستهلك من اكسجين الغرفه بكنكن الواحد وبينعس بسرعه. فهي الامور كلها هي على اليوم يومين ثلاثه على شهر بتفقد لك من الاكسجه اليوميه بجسمك معدل تقريبا 5% لل7%. هدول لنهايه الشهر حتى لما غيرت نظام اكلي انا مع كيلين ثانيات زياده. فهي القصص هي شو اللي بيرفع الأكسجة، هاي جايين ننبه عليها اليوم ونركز بأفكارنا. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي عن هاي الأكلات. يعني مثل ما معروف نحن عنا طبيعة أغذية خلاص، يعني حتى لو كان في شخص عامل رجيم بيقول لك إذا أكلت قطعة ما رح يصير ما شيء، شي لا لا. يعني إذا أكلت يعني صحن ذرة صغير ما رح يصير شيء بينهضم. وفي حتى يعني كنا عم نحكي إنه في بعض أنواع الأنظمة بدخل الذرة بشكل البوشار او بدخل بعض الانواع، شو رايك بهذا الموضوع؟ هلا انا رايي فيها اخطاء شائعه، يعني مثلا بيقولوا لك البوشار بتفوت بالدايتات جدا. الذرة وقت بتفوت على اي نظام غذائي باليوم اللي انت اكل فيه ذرة لا تحلم ثاني نهار نازل وزنك كيلو مثلا، عرفتي كيف علي؟ لانه في مواد نشويه كاربو بتعمل عمليه بناء، يعني انا بعطيها للرياضيين ليبنوا عضلاتهم ويكبروا حجم العضل تبعهم، بالاضافه لبعض الوصفات البروتينيه. لكن انا بقول انه من الاخطاء الشائعه اللي بالانترنت بيقولوا لك البوشار بينحف. هلا هو بوشار ممكن ما يزيدك بس ما بينحفك، لا يعني مو وجبه حارقه للدهون. النقطه الثانيه اللي بيقولوا لك عليها انه الاشياء اللي بدنا ننتبه عليها بالشتاء هي الفكره انك انت ليل طويل، يعني انت بدك تستوعبي انه فتره الاستقلاب الصباحي اللي هو في عمليه الحرق فترته قصرت وفتره التخزين عليت. فانا بدي ضل عم باكل، بدي وقف طعام 7 المساء ولسه الليل عندي اياه حاسه لسه باوله، هذا مشكله. فنحن بدنا نيجي نعمل شيء اسمه وجبات خفيفه ننبه عليها ان هي بترفع الحرق وبتعطي طاقه جدا عاليه وطيبه. طيب وما نفوت فورا فيها. يعني خلينا نحكي عنها مثل ما قلتي انه قديش فعلا في اكلات هي فعلا ترفع لك نسبه الاستقلاب بالجسم لو اكلتيها. هون الاختلاف في، لا في اكلات بتخزن بالجسم بالخواصر تلاقيها توزعت وفرقتي خلال شهر. هلا اول ما يأذن المغرب او بين الساعات المغرب او دخل الليل عنا يا ننتبه ما ندخل اي ماده خبز على جسمنا حتى لو كنا بالشتاء. لا خبزه مقرمره، لا خبزه سمره، لا خبزه بيضة، لا هي، هي اول شيء بنبهها بنقطه الشتاء. النقطه الثانيه بالنسبه لي عندك اياها بدي انا حاعطي امثله على وجبات فيني انا اتناقش فيها بشكل بالليل بحيث تعطيني طاقه كثير عاليه. بينزل بفتره الشتاء الملفوف، سلطه الملفوف عندك اياها، اذا نحط لها شويه دبس رمان وشويه حمض عندي او خل ونحط لها علبه تونه، هي اذا طول الليل عم نقرشها كثير امنه بجسمي.
خاصة الناس اللي ما عندها مشاكل قولون، فهي الوجبة حارقة ثاني نهار، لأنك أنت عفوتي بوتاسيوم عالي بفترة الليل، ثاني نهار مصرفك جدا سوائل محتبسة، والنقطة الثانية بتلاقي وزنك نازل عليها، هي وبعدين بتشبع، يعني بتقدر تمدك بساعتين لثلاثة شبع دون ما ينقرش الواحد. بزر الدوار القمر ملحه قليل، يعني هذا بتلاقي إنه من الشغلات اللي كتير بتفيده في أحماض أوميجا وبيسرع عملية الحفظ كمان. هلا أنا بلاقي الناس اللي بتميل للموالح بالليل، يعني مو بالهي عوض ما يحطوا بشكل نسبة عالية مكسرات والقصص هي، أنا بلاقي نعود أولادنا على وضع ما إنه يتنقرشوا بالشيبس والأمور هي والبسكوتات المالحة. أنا بقول الزعتر سف، الزعتر السف كتير بيعمل رفع لقدرات الذاكرة، بيعطي طاقة كتير عالية، مو مع خبز، يعني إحنا مالي كتير طاير عقلي بسندويشة زيت وزعتر بالليل تماما، انا بدي الولد يسفه للزعتر سف كثير بيقوي له ذاكرته، كثير رائع جدا بالنسبه لنا. شغلات لي كمان الشتويه الظريفه، يمكن الناس ما بيحبوا يحسوا اللبن انه ثقيل عليهم شوي بارد، فانا اذا سويت متبل مثلا من متبل يقطين او متبل كوسه، المتبل اذا موجود فيه الطحينه، الطحينه بترفع الحرق بفتره الشتاء وبتعمل عندك اياها تزييت للمفاصل وبترفع المناعه، يعني الانسان بياكل كل يوم معلقه طحينه، خاصه للاولاد الصبح اللي بيقرب وللأساتذة اللي عنده مشاكل حلق والقصص هي، الطحينة تمنع التصاق أي فيروس على الحبال الصوتية. فيعني أول ما الإنسان يرغرغ حلقه بس يقطين وكوسة للفنجان، متبل يقطين أو متبل كوسة أو متبل بيت النجان مشوي ما في مشاكل. بس أنا ليه عم نبه على اليقطين؟ هلا إنه نحكي عنها، هي شوربة اليقطين هي شوربة ناسية من السماء، هاي الشوربات نحن إذا استبدلناها بشوربة العدس، شوربة العدس تزود وزن، شوربة اليقطين بتنزل وزن. حتى بعيد من هون أنا بعطيها الأمراض الكانسر وأمراض اللي فيه مشاكل أمراض مناعية، لأن فيها غليب مادة اسمها السيلينيوم، هاي السيلينيوم بترفع شيء اسمه كفاءة الخلايا التائية المناعية بالجسم. فأنا بقول الشوربة هاي الساخنة تبع اليقطين، الناس اللي عندها مشاكل إمساك، الناس ما عندها مشاكل تلبك معوي، تلبك هضم، اليقطين مادة ساحرة لخملة الأمعاء من الداخل. حتى الناس اللي عندها تقرحات أو مشاكل معدة أو قرحة أو الأمور هاي، قرحة إثنين عشر، ما في مثلها يعني شيء اسمه مثل البلسم بتجي على القناة الهاضمة. فهدول الاشياء كثير نحن ما بننتبه لها، بس هي كثير رائعه وبتعمل عمليه، نحن مركزين شوي على تنزيل الوزن وظالمين الناس اللي نحيفه، بس الناس اللي ناقص وزنها بتعرف اكيد اهميه مثلا شوربه العدس، المكسرات، الكستنه، بس هي كلها على المدى البعيد اذا انا اعطيتها لاي انسان طبيعي بعد نهايه فصل الصيف حيلاقي حاله بثلاثة أربعة كيلو زايد بفصل الشتاء. فنحن عم ننبه السبوتات انه كيف الواحد شوي يشكلس مثل ما بيقولوا وزنه، ما يضايق جسمه فيها. بس كمان نحن مو عم نحكي دايتات، لكن عم نحكي اكل على المدى الابعد، يعني اللي هو بالشهر وشهرين ينزل بالاسبوع وجبتين يقطين. حتى نحن كانوا اهل اول يطبخوا اليقطين بالطحينه، هي اكله كثير رائعه بالشام عندنا اياها، هي اكله ممتازه شتويه. الشوربات الساخنه برجع بقول شوربه اليقطين، شوربه الشوفان، هدول من اجمل الشوربات اللي قادره على ان هي تحافظ لك على وزنك وتنزل من وزنك اكثر. فهي الامور هي كلها بتحافظي على بطن مسطح، بتحسي حالك انك شوي اكلتي شيء في طاقه وما اخذت جسمك الوزن. فهي الامور كلها بتظهر عنا. شيء ثاني انا بقول بفتره الشتاء ببلش تساقط الشعر بشكل كثير عالي، وهي المشكله كثيره عنا يا هاي بهالفتره هاي. المشروبات الساخنه اللي لازم ننتبه لها هي مشروبات اللي هي فيها الميرميه، الميرميه بتوقف تساقط الشعر فورا، لكن انا اشربها للميرميه هي بتضايقني كطعمه، يعني احنا مو متعودين عليها. صح. كانوا يحكوا عن اهل السيدات الفلسطينيات انه ليش على خصوبة النساء بالوطن العربي، لما فيها من فوائد لمحافظة على مناعة المبيض. السيدة الفلسطينية ما بتخلي بريق شاي إلا ما بتحط فيه ميرمية. هلأ وزادت عنا كيسات المبيض وحالات اضطراب الهرموني، وللأنثى اللي حابة تنجب، هاي القصص هاي كلياتها بتعمل انتظام هرموني رائع بفترة فصل الشتاء. فنحن مو غلط إنه نحن نجيب كمشة ميرمية إذا نحن ما بنقدر نستسيغها لحالها، نحطها مع شاي، مع نعنع، مع زهورات اللي هو.
هو. وطبعا سيدة الأمور المشروبات الساخنة هي الزهورات الشامية، يعني أنا بلاقيها مشروب ساحر هذا للحفاظ على مناعة الجهاز والقفص الصدري والأمور هي والجهاز التنفسي، ولهلا لرفع المناعة وخاصة للأطفال. يعني الزهورات الشامية روعة بما فيها من محتوى من الورد البلدي الدمشقي. هاي المركبات فيها من كثر ما فيها فلافونيدات وهالقصص مضادات أكسدة، ما بتتخيلي قديش الصيدلية متكاملة لرفع المناعة وضد الأمراض كمان. نعم كمان دكتورة، يعني بنلاقي خلال هاي الفترة في كتير أشخاص بيروحوا صوب الحلو، بيقول لك الحلو بيدفي، الحلو بيعطي طاقة، بيعطي مزاج، بيرفع المزاج، بيبلشوا يعني مثلا أنه أنا بدل ما أتعشى رح أكل قطعة كنافة مثلا نابلسية سخنة وطيبة وحلوة. هذا الشيء صح مزبوط؟ مو غلط الإنسان يحلي درسه بقطعة كنافة، بقطعة هدول الحلويات الموجودة ببلادنا والشائعة ببلادنا. نحن مو ضد، جايين نخلي ثقافة الغذاء هي ثقافة كأنه الواحد عم ياخذ صيدلية دوائية، لا، أنا بحب اللقمة الطيبة، بحب الطبخ، بحب هالقصص هي، بس في شيء اسمه قواعد. هلا أنا إذا أكلت قطعة كنافة مو غلط إني آخذ بعدها شوية معلقة خل مكسورة بالمي، لأنه الخل التفاح يكسر امتصاص الزايد للجلوكوز الدم العالي بال 12، فهذا تلاقي خف الدسامة. بعدها كاسة شاي أخضر مثلا، أكلنا مثلا ماما عملت لي قرص كبة مشوية كله دهن ومواد فيه، مو غلط اني اخذ شاي اخضر بعده واحط بالسلطه تبعها دبس رمان، حتى بقلب الحشوه بيحطوا دبس رمان حتى يكسروا سم الماده الشحميه العاليه فيها. فهذا القصص هي كلياتها اخذتها بالاسبوع مره بيوم قاعدين سهره مع بعضنا. هالقصص الانسان رب العالمين خلقه مثل ما بيقولوا، يعني له حاسه التذوق مربوطه بحاسه بحد مراكز المضاده للاكتئاب بالدماغ. فالاكله لازم تعطيكي طاقه، مو بس فقط شبع وغذاء، لازم تعطيكي سعاده ومزاج. فانا ضد الوصفات الطبيه بفتره وجبه الطعام، لكن الاعتدال بالموضوع، وينتبه للواحد اكل انا نشويات حط خل تفاح، اخذ دهون شاي اخضر ودبس رمان، اخذ شيء فيه بروتينات كمان دبس الرمان بيساعد على هضمه بشكل اعلى، ما تقل الحجم. شيء ثاني، ما كروع مي بعد الوجبه مباشره، لانه هذا المي في ناس اثناء الوجبه كمان يعني تلاقيه بشكل كبير، في شيء بتحسي ببطنك ازداد امتلاءه، المعده عضلي. هلا زياده كروعه المي بعد الاكل، انا مو ضد المي اطلاقا حتى ما يفهموا، لكن انا مع قاعده سلسني طعامك، سلسني شرابك، سلسني نفسك صلى الله عليه وسلم. فالفكره الاساسيه اني انا بدي احكي انه في لازم اترك فراغ، يوم بعبي معدتي كلها مي العضله هي حتتمدد، ثاني نهار حاطلب اكل اكثر. يعني الفكره هي تدريب العضله، وقت بتحط المي بشكل كبير. هلا برمضان ليش مشكلتنا عواد ما نطلع من شهر رمضان نازلين نطلع زايدين؟ لانه العضله بتصير بتتمدد بشكل عالي بسبب السوائل مع الاكل بان واحد. وهي النقطه كمان ننتبه عليها فتره الشتاء، مشكله فتره الشتاء ما بنطلب سوائل شوي كمان قليل جدا، بس يعني كمان ننتبه لهالملاحظات هي، لا قلتها للماء ولا كثرتها. يعني مو انا استنى حالي اعطش لاقوم اشرب، بفترة العطش بفصل الشتاء كتير بتكون نادرة بمراكز الحلق. فنحن بنخسر شيء كتير مهم هلا إذا ما طلبنا المي، نحن وعرضنا على حالنا المي، يعني كباية المي تكون بمكاتبنا، أنية المي تكون معنا ماشية رايحة، لو واحد شفتين ثلاثة عم يغسل هاي الأجهزة الداخلية، فبيلاقي شيء كتير مهم هذا الموضوع. كمان حكيتي عن بالمجمل عن أكل للأطفال، خلينا نحكي كمان بعض الوجبات الأطفال. مثلا ذكرتي الزعتر قديش مهم، لأن الأطفال أساسا بيكونوا بيعزبوكي بالأكل، يعني لا صحي ولا غير صحي، بتلاقيهم متجهين لغير الصحي بالأكلات الطيبة والشيبس، بس الأكل بيعذب نوعا ما. خلينا نحكي عن الأكلات نوعا ما اللي ممكن تكون قريبة للأطفال وصحية بنفس الوقت. هلا اكثر شيء الاطفال بيعذبوا اهاليهم، يعني بيجوا الاهالي بيشكوا عنا انه ما عم ياكل ولا عم يشرب، وعم يبكوا الاهالي وبيعملوا حفله قبل ما ياكل الولد، وبيحس الولد عمليه الغذاء عقوبه له، فبصير بيجاكر الاهالي وبصير بيمتنع هالقصص هي. فنحن بنقول انتبه للاطفال يا جماعه لطولهم اكثر من وزنهم. الولد شربيه كبايه عصير جزر، كبايه حليب، اخذ غذائه كل اليوم، وعلى شويه كانوا اهل اول يسلقوا شويه قمح ويحطوا له سكر وجوز هند، انا بفضل يتقلل السكر يكثر جوز هند وشويه حليب، حتى كانوا يسموه اهل اول قمحيه، بترفع له الكلس وبطالع له اسنانه للولد. هاي الوجبات خلصنا، يعني ينسوا، بس يراقبوا الطول.
انا ما بحب حشي الاطفال بهذا السن بشكل كثير كبير تبع المكملات تبع الاطفال والقصص، وكل واحد بيصير الولد بيحس الاكل عنده عقوبه، لازم الطفل يحس بالجوع، لازم يجوع الولد حتى يطلب لك الاكل، حتى لو كان تركتيه نهار كامل ما اكل وعلتي عليه تركيه لثاني نهار حيقول لك ماما امي طعميني، لانه يستحيل ما تركتي، لانه الاهالي بتلاقي عم يتحشوا عم يتحشوا، بحس الولد صحن الهي مثل عنده اكله بده ياكل قتله بعدها يعني. فهي الاشياء كثير بننبه، انتبه على طول الولد ما تنتبه على وزنه، الا اذا وزنه مرضي ودكتور الاطفال نبهه. لكن انا ما كثير بحب زياده الوزن بفتره، لانه بتعمل سمنه اطفال على المدى البعيد وبتاثر على الطول. دكتورة كمان خلينا نحكي شوي عن نظام تقسيم الوجبات، يعني بالصيف في ناس مثل ما قلتي ما كتير بتطلب الأكل، بتشرب سوائل أكتر، أو ممكن مثلا بالليل لحالة تحب كانت الفواكه الخفيفة المليانة سوائل مثل البطيخ وغيرها، ولكن بالشتاء بيحس الواحد كل شوي أنه بده يأكل وجبة. بعض الأنظمة الغذائية لبعض المرضى مفيدة أنه تقسيم الوجبات، مثل مرضى السكري كل شوي يأكل وجبة خفيفة، ولكن للأشخاص العاديين تقسيم الوجبات كيف لازم يكون لحتى نعمل موازنة يعني؟ منطقي. هلا أول شيء بده ينتبه الإنسان بعد فترة المغرب ما يدخل الكربو والسكريات، ياكل قد ما بده بروتين، ياكل قد ما بده مثلا ألبان، هدول القصص حتى شوي حتى لو كان نحيف؟ حتى أشخاص أنا نحيفة ما بسمان شيء. هلا إذا كان بده يقلب شوي، بده يقلب الكربو، لأنه فترة التخزين ليلا كتير عالي بفصل الشتاء، والغدة الصنوبرية بتبلش تشتغل عندك ياها كنشاط عالي بفترات أطول من فترة الصيف. فالفكرة القصة اللي بدي اياها تنتبه انه انت بالليل بدك تنقرش وبدك تساوي، حاول تكون مثلا جبنة حاف، تاخذ مثلا شغلات فيها مثل ما بيقولوا سلطة الملفوف اللي معها دبس الرمان، على علبة تونة. انت بتاكل كتير، شبع حالك بالاشياء قبل ما تطلب لي قطعة كنافة او قبل ما تطلب لي مثلا مكسرات بشكل كتير عالي. بفترة الصبح عندك ياكل ونوع تماما، هذا الانسان بده يحافظ على وزنه. النقطة الثانية مو غلط انه انا بقلب البيت بخلق لحالي جو مشي، يعني مثلا ولد عم يدرس يخلق لحاله جو مشي، هو عم يحفظ، نحفظ على الماشي، نحفظ على الهي، الحركة القليلة اللي فصل الشتاء اللي بتعاني منها مشكلة جدا. شوفي الجوع يظهر عند السكون، يعني انت اذا ما شغلت حالك جسمك بيشغلك بالاكل والجوع. فانت وقت بيكون عندك عمل ليلي مثلا، انت عندك مثلا انك بتحطي الكويات عندك اياها او هالقصص وانت عم تتفرجي على التلفزيون، احسن ما تحطي عندك اياها صحن المكسرات ونازلين نقرشه وما بنخلص، بعدين صحن فواكه رايح صحن فواكه شاي، مكسرات رايحه مكسرات شاي، يلا خلص هذا بدنا نحط هذا، كاسه شاي بعدها هي بدنا نهضمها هي بدنا نهي، فات على الواحد على الفرشه معه بشوال بشوال اكل. هي مساليب الضيافه يعني احنا ظريفين احنا يعني بنشيل صحن وبنحط صحن ما احنا ضيافه كل اهل البيت هذا. فقلت لهم قلوا لغرفه القعده ناحي البراد اريح يعني مشان ما نمشور. الفكره انه حتى نزق صحوننا صحن ورا صحن مو بالصينيه تنحط، لك الواحد وقت بده يخلق حركه لحاله بيمشي فوق التخت اذا بده، بس القصه انه انك انت ما تخلي حالك قاعده على منطقه الجلوس اكثر من 10 دقائق، يعني لازم يكون في حركه، لو قامت لو نقام ونحط، لانه المقعد عنا يا فورا ياخذ الاختزان مقعد منطقه الجلوس، وهي دهونه صعبه الازاحه لانه بتركب عليها العضلات ومنطقه الجذع. فنحن بنقول لو كل 10 دقائق حسيت حالك قاعد على نفس الكنبه قوم اخلق لحالك اي حركه معينه. فهذا شيء، ونلهي حالنا بالشتاء يعني يكون عندنا قصصنا سيرنا انه نكون عاملين هذا القصه، مو نضل طول يعني قاعدين طول بالنهار عم نشتغل وبالليل بنتذكر قطايب الطعام. هي نقطه. النقطه الثانيه الشغلات اللي بقدر اني انا هي كمان نحط علكه نعنع، يعني اللي هي تمك بعلكه ممكن ما انا اقدر اخذ القهوه ما بحبها ليلا بفتره الشتاء، بحب الكاكاو. الكاكاو رائع جدا لشيء اسمه صد الشهية خاصة إذا كان سكره قليل، بيعطي مزاج عالي وبيصد لفترة طويلة جدا. لكن أنا بحطه ياخذوه على 6 المساء مشان ما يضلوا طول الوقت الليل عم ياكلوا ويشربوا، خاصة الطلاب، وبيسرع عملية الحفظ والدراسة وبيعطي كمان مزاج رائع. شكرا للمزاج الرائع اللي بتضيفيه دائما على رحلتنا الصباحية الدكتورة أخصائية التغذية سواب غبرة، وشكرا على المعلومات اللي حكينا عنها اليوم، شكرا كثير. يا أهلا وسهلا. شكرا لك دكتورة، مثل العادة دائما معلومات مفيدة، وبنتمنى الكل يعني حتى اللي ما قدر يحضرنا هلا شتوية دافية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب بيشوفها بالإعادة أو بيشوفها حتى على صفحتنا. شكرا لك. شكرا لك.